وان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد الى الدور النهائي ويبقى اول منتخب عربي يصعد الى هذا. يا رب يا رب ان شاء الله. كريم خلينا بقى نروح لبورصه المدربين في دوري الابطال، دوري ابطال افريقيا، قبل بقى ما نتكلم عن مباريات النادي الاهلي ومباراه غدا. تغيرات كثيره جدا وحركه انتقالات كبيره جدا. طبعا يعني واضح الانديه بدات يعني تستعد لدوري ابطال افريقيا السنه الجايه، وربما يكون الاسم الابرز اللي انا اشوفه في التغييرات دي راضي الجعايدي. راضي الجعايدي طبعا احنا عارفين راضي بقى مدير فني لنادي الترجي، وراضي طبعا عارفينه من ساعه ما كان لاعب في الترجي في الترجي طبعا، ولعب كتير مع منتخب تونس معاه قدامنا قدام منتخب مصر، ولعب قدام الاهلي والزمالك كتير. راضي الجعايدي طبعا مدافع، ودايما كابتن اسلام انا في وجهه نظري يعني المديرين الفنيين اللي بيبقى ليهم يعني خلفيه مدافع لحد ما بالنسبه لي بينجحوا اكتر من اللعيبه اللي بيبقوا في الخط الامامي. يعني دايما بشوف المديرين الفنيين لعيبه المديرين الفنيين بيبقوا لعبوا في خط الوسط وخصوصا مركز سته او في مركز المساك، بالنسبه لي دول هم بيبقوا دايما الافضل، لان هم لعيبه بيبقوا شايفين الملعب ككل. حتى لما نبص على الاسامي في العالم كله نشوف ديشام، نشوف جوارديولا، انشيلوتي، معظم المديرين الفنيين اللي عملوا اسماء كبيره في العالم هنلاقيهم لا من مركز سته او خط الوسط او من الدفاع مدفع. لكن حتى لما نشوف المهاجمين هتلاقيهم مستوياتهم قليله. حتى مارادونا، يعني مارادونا اعظم من لمس الكوره لما تحول لمدير فني ما كانش لم ينجح بالظبط. فانا بشوف طبعا راضي الجعايدي، بس في جرأة من نادي الترجي بصراحه ان هو يديله. بس خلي بالك ولسه الموضوع متوقف على 100,000 يورو يدفعوا للفريق البلجيكي اللي ماسكه كابتن راضي الجعايدي. تم حلها النهارده. نعم تم حلها، دفعوا حل سيركل بلوش البروج البلجيكي. تم حلها، تم حلها المشكله دي. انا قبل ما اخش ما كانش لسه يعني من ساعتين نزل على موقع الترجي ان راضي الجعايدي هو اللي خلاص اصبح مديرا فنيا بشكل رسمي، وبالتالي تغيرات كثيره يا احمد. بس راضي الجعايدي بصراحه يعني اختيار مدرب كويس لكذا سبب. اولا راضي الجعايدي الترجي كان زمان مثلا يجيبوا يفكروا في المدرب اللي هو عكس زي يعني زينا مثلا، احنا جبنا موسيماني جعان بطولات عايز يعمل انجازات معانا. ده برضه راضي الجعايدي لسه صغير على فكره، حقق نجاحات كويسه جدا. ده كان ماسك ساوثهامبتون تحت 21 سنه واخد معاهم كاس انجلترا، اول مدرب عربي ياخد يوصل لمنصات التتويج في انجلترا في 21. لما نجح وثقوا فيه مع ساوثهامبتون الانجليزي فمسكوه تحت 23 سنه. يعني صعد معاهم مسك تحت 23 سنه، واكبر نجاح ليه في دوري الدرجه الثانيه الامريكي مع فريق اسمه هارتفورد الامريكي، ان وصل بيهم لمرحله الصعود، ان هو مرحله البلاي اوف اللي هي المرحله الاخيره. معانا صورته راضي الجعايدي لو نعرضها هنلاقي ان هو وصل لهارتفورد الامريكي وكان هيوصل للدوري الممتاز في امريكا، فمدرب كويس جدا. بعد كده راح سيركل بروج البلجيكي اللي هو في اخر نادي مسكه مدرب مساعد، بعد كده جابوه. فانا شايف ان هو تجربه ممكن تكون يعني اعتقد مع الصفقات في كلام ان هم هيجيبوا كريم العريبي، في كلام ان هم هيجيبوا سعد بوكير يرجعوه اللي هو مهاجم ابها، في كلام على لعيب نيجيري برضه. فاعتقد ان الترجي بدا يفكر ان هو يعني بيحاول اكيد يرجع معاه مدرب، هتبقى هي برضه نقدر نقول ان هي سلاح ذو حدين، ان انت بتجيب مدرب شاب بس انت بتراهن على مدرب تونسي ونجم كبير جدا، وفي نفس الوقت اعتقد ان هو عنده طموح ان هو يعمل نجاح كبير مع الترجي. طيب مهم يا كابتن اسلام سريعا في الحته دي، هنشوف كم انفاق كبير جدا من انديه شمال افريقيا خلال الفتره الجايه تحضيرا للاهلي لدوري السوبر الافريقي. والدوري السوبر جدا الافريقي خلاص، لان دوري السوبر الافريقي قاب قوسين او ادنى هو يتنفذ، الموضوع منتهي يعني. طبعا راضي الجعايدي طبعا هو اللي في نص الصوره طبعا طبعا. فدوري السوبر الافريقي يا كابتن اسلام خلاص بقى حقيقه قادمه عشان تلعب في البطوله دي، وطبعا جوائزها هتبقى اكبر بكتير، عشان تستعد لها كويس لازم تشرف كويس بالظبط. حجم الانفاقات في انديه شمال افريقيا حتى تبقى اكتر اعتقد من الغرب ومن جنوب افريقيا هتبقى كبيره جدا، وربما نصل لدرجه نقارن بيها مع بعض الانديه في اوروبا. تمام، ما هو لو في عوائد ماديه داخله طبعا